نحن في حركة حماس نعتقد أنه لا يمكن قراءة هذا المشهد بعيدا عن زيارة بلينكين إلى المنطقة والضوء الأخضر الذي أعطاه لبنيامين نتنياهو بمزيد من المجازر وهذه الصورة الدموية التي قدمها بنيامين نتنياهو بين يدي بلينكين قربانا بين يدي أيضا قمة عربية يراد منها البحث عن سلام في المنطقة. نحن لا يمكننا أن نقرأ هذا إلا مزيدا من الشراكة للولايات المتحدة الأمريكية في دمنا في هذه الجرائم التي ترتكب في حق أطفالنا بشكل مروع وسلسلة غير مسبوقة. يراد منها أيضا هو عملية تنميط وتطبيع فيه الجرائم، وبالتالي يصبح من العادي جدا ارتكاب جريمة وجريمتين وثلاث في ساعة واحدة على مرأى ومسمع من العالم، وعلى العالم أن يتقبل هذا بشكل طبيعي. ثم يطرح بعد ذلك يطرح على الرأي العام مسألة طرح البحث عن حل سلمي أو حل تسوية أو حل سلام. نحن نقول أن كل محاولات فرض تسوية سياسية على شعبنا الفلسطيني تحت أزيز النيران وتحت القصف لن تفلح في فرض مشاريع تسوية أو فرض قيادة جديدة على شعبنا الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو الذي يحدد قيادته وهو الذي يختار قيادته، وكل هذه المشاريع للبحث عن سلام في المنطقة لا يمكن أن تجد لها أرض، لا تجد لها فرصة على الأرض طالما هذا الاحتلال موجود وغاشم على أرضنا. لا سلام في المنطقة طالما الاحتلال بقي موجود على هذه الأرض، حقنا وأرضنا وقدسنا، قدس المسلمين جميعا التي ندافع عنها. وبالتالي بلينكين واهم حين يظن أنه تحت النيران يمكن أن يخضع المنطقة لمشاريع تسوية، ومن يظن أن العدو ومن يظن أن الشعب الفلسطيني يمكنه أن يستسلم أو يمكنه أن يرضخ تحت هذا الكم الكبير من الدمار، هو لا يعرف أننا شعب نخرج من تحت الرماد، شعب طيب. مستعد لأن يفنى ولا يستسلم أمام هذه الدماء وأمام هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب.